إذن دي ان دي ليتست احد اعضاء لجنه التحكيم، لما نقول وسام بريدي بنقول اه هذا الشاب الحلو، غير انك طبعا مخضرم اعلاميا، شو بيعني لك لما حدا يقول هذا الشاب الحلو الانيق؟ الحمد لله هذه من عند رب العالمين. هذا الموضوع بتعرفي يعني ربنا بيعطي نعم، وانا يمكن بتابع فيها وبشتغل عليها لانه انا بحب الموضه وبحب عالم الموضه وبحب اهتم بهالتفاصيل اللي بتخلي تفرجي صورتك بطريقه مختلفه. بنشوف دائما وسام من خلال متابعتنا لك دائما عندك اطلالات مختلفه، يمكن مش بتغيير قصه الشعر او هيك، بس دائما عندك التاتش تبعك. ليكي انا مع الموضه بالنسبه لي اتس باشن، فبس انا عندي باشن على عالم الفاشن وعلى هول التفاصيل الصغيره اللي بتعمل فرق، لانه بالاخر الرجل ما عنده شواء كثير كبير الا انه البدلات عم ينوع بالقماش عم ينوع بالطريقه، بس الحلو وقتها بتخلقي سيجنتشر لإلي.